متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء، بالضبط معكم من منطقة حي سباشا. فالآن حنا كنقوم معكم بجولة ليلية اللي في إطارة غادي نسمعوا الآراء والنقاش ديالكم حول واش نتوما تبغيوش قريو ولادكم عن بعد. شدوهم للمدرسة. أخ عيسى إيشوري، السلام من مراكش، مرحبا بكم، مرحبا بالناس ديال مراكش. شنو الرأي ديالكم متابعينا الكرام، واش غادي تقريو ولادكم في المدارس تشدوهم ولا تخلوهم في الدار؟ نبغيو نعرفوا الآراء ديالكم وباش تنصحوا الناس بالنسبة اللي عندهم ولادهم. دائما معكم متابعينا الكرام في إطار قيام بجولة ليلية كيف ما عودناكم مع الناس اللي سهرانين والناس اللي خدامين، فدائما حنا كنبقاو معكم وكنبقاو مونسينكم. وكنحاولوا على اننا نقربوا لكم الاجواء ديال بعض من الاحياء. شيماء كتقول الحضوري، واش نتي الاخت شيماء من كيفاش زعما الحضوري زعما في خطر الدراري؟ سير شو ان الدراري صغار زعما ماشي دراري كبار. كاين اختلافات في الاراء، كاين الناس اللي كيقول لك بلي بغاو يدي ولادهم يقريوهم داخل ديال المدرسه، وكاين الناس اللي كيقول لك عن بعد. ف في جميع الاحوال كيف قلنا جميع الاحوال كاين مشكل، ف الى دي شي عن تمشي للمدرسة فالله يحفظ تقدر تجيبو مريض ولا تجيبو شي حاجة، يعني تبقى ديما يبقى فيك داك الوسواس. سير شو انه دري صغير ما يعرفش يعبر لك، الا قريتيه في الدار عاوتاني راكم عارفين القراية كيف قال الاخ، ما كتكونش قراية مزيانة يعني ما يقراش. دائما معكم متابعينا الكرام في هذه الجولة الليلية لبعض من
احياء وازقه مدينه الدار البيضاء. احنا الان معكم كنتواجدوا بسباشا الحي الشعبي المعروف. فضل الانتشار هذا الانتشار الكبير اللي ولا في ديال الفيروس ديال كورونا، فمازال كنشوفوا ناس ما مسوقينش ولا مبالاش، يعني عندهم بحال دايرين الكمامة بحال ما دايرينهاش، التباعد ما كاينش، ما كاين لا تعقيم لا والو. فهاد الناس كنبغيو نقولوا لهم الا ما خفتوش على راسكم خافوا على والديكم، خافوا على ولادكم، خافوا على اهل ديالكم، والاولى كاع انكم تخافوا على الصحه ديالكم. كاين ناس كبار اللي ما عندهمش المناعة لهذا الفيروس، كاين دراري صغار، كاين صبيان، كاين اللي مازال غير كيرضعوا، كاين ناس اللي كبار في العمر مراد مساكن الله يحسن لهم العوان الله يشافيهم، فما يقدروش يواجهوا هذا الفيروس، هذو نخافوا عليهم وكاملين يتحملوا المسؤولية. واي واحد فينا ينصح الكبير، فينا ينصح الصغير ويوريه ويعلمو، هذه مسؤوليتنا جميع متابعينا الكرام.
تأخرت شي تقول في الواقع دراسة عن بعد قرار صعيب وغير منطقي. فهو بصح مش قرار صعيب، مي ما بعد المرات كتشوف ما عندكش خيار شنو غادي دير، ما عندكش خيار واحد اخر غادي ديرو. فانت الاخ رشيد الا كانوا عندك وليدات دابا شنو غادي دير؟ واش غادي تدخل تصيفطهم للمدرسه ولا تخليهم يقراو غير في الدار؟ إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في جولة ليلية بعد من أحياء وشوارع مدينة الدار البيضاء. إلى اللقاء.